عشان اخلص من النقطه دي يا اسامه، احنا داخلين على عصر جديد، على انتخابات جديده، على اتحاد جديد، على لجنه جديده. وسامع دلوقتي تاني ان هناك فكره لاعاده الرابطه، يعني كان القرار انه ما فيش رابطه وفي لجنه، وان حسام الزناتي ما بقاش في حسام الزناتي في طه عزت، وده حد كويس قوي، ان حسام ممكن يكون عضو في اتحاد الكوره، وده برضه يبقى كويس قوي لو حصل. لكنه انت يعني خلال شهرين هيكون عندك اتحاد كره قدم جديد، هيكون عندك لجنه مسابقات جديده، هيكون عندك رابطه انديه جديده. ايه المطلوب الفتره القادمه عشان الامور تستقيم؟ وبالمناسبه الحقيقه عجبني جدا انه حد يعني من الناس المسؤولين الهامين يعني قال لك في حاله انسحاب الزمالك هنعمل قرعه، وانا كتبت الكلام ده وباكد. طبعا شفته طبعا. هنعمل، قال لك، فانا حتى بقول له يا فندم طب ما تخلي يعني بيراميدز، الاهلي كسب سيراميكا والزمالك بيراميدز هو اللي خسر فرقه، قال لي وسيراميكا ذنبه ايه؟ ومفيش لائحه اصلا. قال لي مفيش لائحه وسيراميكا ذنبه ايه؟ فهنعمل قرعه ما بين سيراميكا وبيراميدز، اللي يكسب القرعه يلعب الاهلي في الفاينل. اتفضل، ما المطلوب فيما هو قادم؟ بص يا كابتن، هو لو جينا عايزين نقول المطلوب فيما هو قادم، اول حاجه هنقولها ننفذ يا جماعه اللوائح والعقوبات. انتوا نزلتوا عقوبات ونزلتوها بوضوح، وفي عقوبات بنتعلمها، لان ما كانش حد يتوقع ان ممكن فريق وصل للدور النهائي في السوبر فانسحب بعد كده لاسباب صعبه، فنحط ده برضه لائحه، ونحط الاهم هي فكره تنفيذ اللائحه على اي مخطئ ايا كان مين هو المخطئ. واحنا هنا من قناه النادي الاهلي بنقول لك لو النادي الاهلي اي عنصر من عناصر اللعبه فيه اخطا عقبه طبعا، بس بشرط ان انا لما الاقي حد تاني بيغلط في انديه اخرى اشوف العقاب. حضرتك بتقول الاستاذ طه عزت كويس جدا رئيس لجنه المسابقات، واحنا بندعم ده جدا، بس انا كنت مهم جدا اشوف له دور النهارده او امبارح. هيعمل ايه طه؟ لا انا عندي اتنين لعيبه ومدير كوره. السوبر مش بتاعه. امال السوبر بتاع مين؟ بتاع الاتحاد والرابطه، هو لسه راجل بيقول يا هادي ولسه ما اشتغلش ولسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. مش رئيس لجنه المسابقات ده تبع الاتحاد. ولا تعرف له بيشتغل ايه دلوقتي، لحد دلوقتي يعني لسه بيتحسس خطاه. يبقى نخلينا في الاتحاد. خلينا. ما هنيجي نتكلم على الاتحاد والرابطه. هيقول الاتحاد ماشي، لا الاتحاد كان لازم ياخد قرار. انا ما ينفعش، انا مش احنا بنحافظ على سمعه الكره المصريه. هتقول يا جماعه الثلاث بيانات اللي اصدرهم اتحاد الكوره منذ بدء الازمه حتى هذه انا يعني ايه؟ يعني ايه عندي اتنين لعيبه؟ طبعا هم هيتجننوا جوه دلوقتي في انا بيانات. انا طبعا عارف حضرتك، انا فاهم طبعا. هم اربعه ولا ثلاثه؟ ثلاثه ثلاثة. الأخير كان قوي. الأخير كان أقوى. الأخير أقوى. اللي هو البيان الصامت. ده طه. ده كان الفاضي ده. البيان السايلنت. الفاضي ده. بس ما هو قوي. يعني ودقيق. يعني معبر. ولا واعتذر بشكل مباشر بخلاف الزمالك. طبعاً طبعاً. لا وتواجدوا في المتواجدين في الفندق ومتواجدين في المحكمة. لا لا ومعبر. يعني فاهم معبر. عارف يا كابتن، احنا اختلفنا مع كابتن حسام حسن ان هو طلع في مؤتمر قبل مباراة موريتانيا اتكلم عن الاتحادات. لكن الحقيقة هو بعيداً بقى عن فكرة ان هو قال الكلام ده قبل مباراة موريتانيا، هو محق في كل كلمة. لان الحقيقه احنا ماشيين على نفس النهج ده بقالنا فتره طويله، ومفيش حد بينفذ عقوبات، مع ان العقوبات واضحه. انت حاطط اللائحه واللائحه واضحه، حتى لو اللائحه فيها عوار يا سيدي نفذ العوار اللي فيها، بس تنفذ. لكن اللي بيحصل يا كابتن مفيش اي نوع من انواع التنفيذ. وزي ما بقول لحضرتك، هي فكره سياسه الطفل المدلل. عارف انت لما يكون عندك طفل كل شويه بيعيط فتدي له لعبه؟ هي نفس القصه بالظبط. احنا عندنا مشكله هنهدد بالانسحاب عشان ماتش المصري، لان هم ما اتظلموش في ماتش المصري، او الفكره ان هم مظلومين ولا لا، لان عارف ان في جميز ممكن يتوقف. فانا لما اعمل اخدك لاتجاه معين بس انا عايز اتجاه تاني، فانت تقول ايه؟ خلاص عدي جميز. وهكذا. دونجا لو طلعت الايقاف، وبقول لك معلومه مؤكده، كانوا بيهددوا بصاحب اللعيبه من المنتخب الاولمبي، خلاص عدي دونجا وعدي شيكابالا. مش هينفع الطريقه دي. الحل يا كابتن شوبير نفذ اللائحة على الجميع.